بيسأل خبير اليوم بدنا نعرف إذا كان البيض بيأثر على الكوليسترول. لا هاي في عليها خلاف البيض، لأنه في ناس بيقولوا الصفار فيه كوليسترول أكتر من البيض، بس هلا يعني اللي بقرأ إنه كله نفس الشيء. لا لأنه الكوليسترول في كوليسترول مفيد وفي كوليسترول مضر، اثنين في يعني اثنين موجودين فيه. كترته لا ما أظن، يعني بعرف ناس بأكلوا 6 بيضات كل يوم بس ما نضروش بصحة القلب، كتير مفيد البيض. إطلاقا ده دلوقتي الأبحاث بتقول إن الكلام فاضي اللي كانوا يقولوا فيه كوليسترول كتير ومش عارف إيش، لازم وبالذات للصغيرين عشان بناء العظم. البيض كويس للجسم للعظم. صحيح إنه كل حبة بيض فيها تقريبا 186 ميلي جرام من الكوليسترول، لكن الدراسات عم بتقول إنه هاي الكمية ما عم بيكون إلها تأثير كبير على الأشخاص اللي عندهم أمراض الكوليسترول أو اللي عندهم ارتفاع بمستوى الكوليسترول بالدم. والسبب إنه الكوليسترول أصلاً الجسم عم بيصنعه، وبالتالي هو بيزيد إذا كان هذا الشخص عنده مرض معين، وخاصة إذا كان هذا الإشي وراثي. لكن قدي مدى تأثير الأكل على ارتفاع الكوليسترول بيبقى مش معروف كتير. لكن نحن بشكل عام بنقول دايما انه نحن لازم ناخد او لازم ما ناخد اكتر من 300 ميلي جرام من الكوليسترول يوميا، وللاشخاص اللي عندهم امراض الكوليسترول يفضل انه ياخدوا اقل من 200 ميلي جرام من الكوليسترول يوميا. فاذا كانت حبة واحدة من البيض عم تعطينا 186 ميلي جرام من الكوليسترول، يعني بيوم واحد بتكون خلصت كل كمية الكوليسترول اللي نحن المفروض ما نتعداها. طبعا هذا بالاضافة لانه في انواع تانية من الاكل برضه فيها كوليسترول من لحوم ودهون ممكن الشخص انه يتناولها. عشان هيك نحن بنقول انه بنقدر نتناول البيض لانه فيه فوائد كتير عالية، وخاصة بالبياض اللي هو فيه بس البروتين وما فيه الكوليسترول، والكوليسترول موجود اكتر بالصفار. لكن الكمية اللي بنتناولها هي اللي مهمة، يفضل انه ما تتعدى 3 حبات بيض بالاسبوع للاشخاص اللي عندهم مشاكل بالكوليسترول. اما الاطفال فمنقولهم ما في مشكلة لو تناولوا كل يوم حبة من البيض.